ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهارده هنتكلم عن احجام بطاريات الايفون 60 القادم اللي هتكون اكبر بشكل كبير جدا وملحوظ جدا. هنتكلم في تفاصيل واحجام البطاريات بشكل مفصل، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان نوصل ل 10000 مشترك في اقرب وقت ممكن. يلا بينا. بيظهر تسريبات بشكل متكرر في الفترة الأخيرة أن أحجام البطاريات في الآيفون 16 القادم هتكون أكبر من أحجام البطاريات في الآيفون 12 الموجود حالياً. ومن ضمن الحاجات اللي أبل هتعملها عشان تكبر أحجام البطاريات فعلياً أن سمك الموبايلات بتاعة الآيفون 16 هيكون أدخن من الموبايلات بتاعة الآيفون 12 الموجودة حالياً. كمان مش بس البطاريات هيكون حجمها أكبر، معالج الـ A15 بايونيك شيب هيكون موفر في الطاقة أكتر من الـ A14 بايونيك شيب. دلوقتي خلينا نشوف تفاصيل أحجام البطاريات بتاعة الايفون 13 وكمان هنقارنها بالايفون 12 وكمان هنشوف مدى تأثير الزيادة بتاعة حجم البطارية دي على اداء البطارية الفعلي. خلينا نبدأ باصغر موبايل وهو الايفون 13 ميني. الايفون 12 ميني كان بيجي ببطارية بحجم 2227 ميلي امبير، اما الايفون 13 ميني هيجي بحجم بطارية 2406 ميلي امبير. نسبة زيادة البطارية هنا هي 8%، وده هيخلي الايفون 13 ميني يديك ساعة زيادة من الاستخدام مقارنة بالايفون 12 ميني. تاني حاجة الايفون 13 العادي. الايفون 12 كان بيجي ببطارية بحجم 2815 ميلي امبير، اما الايفون 13 هيجي ببطارية بحجم 3095 ميلي امبير، ودي هتكون زيادة بنسبة 10% في حجم البطارية، وهتخلي اداء بطارية الايفون 13 افضل من ال 12 بحوالي ساعة ونص. اما الايفون 13 برو فهيكون نفس الزيادة في الايفون 13 العادي. الايفون 12 برو كان بيجي بحجم بطارية 2815 ميلي امبير، والايفون 13 برو هيجي بحجم بطارية 3095 ميلي امبير، وهي نفس نسبة الزيادة في الايفون 13 العادي اللي هي 10%، والنسبة دي هتديك اداء افضل للبطارية في الايفون 13 برو من الايفون 12 برو بحوالي ساعة ونص. اما الايفون اللي هيكون وحش البطارية فعلا هو الايفون 13 برو ماكس. الايفون 12 برو ماكس كان بيجي بحجم بطارية كبير جدا وهو 3687 ملي امبير، اما الايفون 13 برو ماكس فحجم البطارية فيه هيكون اكبر. البطارية في الايفون 13 برو ماكس هتكون بحجم 4352 ملي امبير، يعني اكبر من الايفون 12 برو ماكس بنسبة 18% كاملين، وده هيديك بطارية افضل بساعتين كاملين في الايفون 13 برو ماكس من الايفون 12 برو ماكس. وبس كده يا جماعة، لحد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو عجبكم، كمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم جديد الفيديوهات. سلام.